يستفيق اللبناني يوميا على مجموعة أزمات معيشية، فيبدأ صباحه بانقطاع المياه عن منزله، حتى أصبح غسل اليدين والاستحمام من الصعوبات اليومية التي ترهق المواطن. في قرى صيدا وضواحيها يدفع السكان 3 فواتير للمياه، فاتورة لشركة مياه لبنان، والثانية لصهاريج المياه، والثالثة لمياه الشرب. وبياخذ مية شرب وبياخذ مية غسيل وبياخذ مية دولة. أنا بفرجيك مية الشرب شو عاملة. بعبي جلانات، 3 جلانات، بعبي جلانات وبعبي ستيرن وبعبي بيدفع للدولة لشركة المي. 160,000 لتر تقريبا لهلا للساعة 2 مظهرين، وعم نحاول ناخذ يعني رخيص، يعني احنا عم ناخذ على 1025,000 ليرة، على 1000 لتر 25. بان كهربته، بان نقله، بان عماله وكذا، يعني ما عم ناخذ حقه. قديش يعني عم تستصعبوا كمان النطرة على محطات البنزين؟ ما نحن منفضي المي للترمبة اللي منفضي فيها مي على البنزين. بنروح على البنزين على المحطة بدنا نجيب بنزين، بيقول لك ما بنعبي بالقلم. والترمبة الريزرفوار اللي لها 3 لتر، بقول لي صف بالدور لعبي لك 3 لتر بنزين. إذا عبيت 3 لتر بنزين أنا بكفوني 2 ساعة شغل. إذا أنا بدي أوقف 2 ساعة على محطة، روح أوقف 2 ساعة اشتغل 2 ساعة، ما بقى معاش تزبط الشغل، معاش نفسي يشتغل الواحد. وفي هذا السياق أوضحت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان أن توقف أغلب محطاتها الرئيسية عن ضخ المياه عائد إلى قطع خط الخدمات العامة الكهربائي عن بعض محطاتها والتقنين القاسي عن البعض الآخر. صيدا إذا صار فيها قطع مي كارثي، لأنه مش مهيئين كله على العيلة، ما حدا بيطلع على العيلة. شرق صيدا منفاق وعبرة والهليلية ومجد اليون والمناطق كلها ماي ما عم تنقطع، بس هن عم ياخذوا احتياطاتهم عم بحطوا تحت خزانات وبعبوها. وفي شرق صيدا من جهه مقدوشه ودرب السين وسراب كمان مقطوعه، فوق كل المناطق كلها فوق مقطوعه. مشكلتنا بالمزود، اعطينا مزود بدنا نعطي 24 ساعه، نحن ما عندنا مشكله. بيارة خارق الله موجوده صيدا قاعده على بحر مي، يعني صيدا كل العالم بتعرف، بس اعطينا مزود. لا بعدنا عندنا مزود عم نشتغل فيه، بس ما يروح المزود الله أعلم شو بيصير فينا بعدها. وتيرة الاحتجاجات تتزايد في كل المناطق اللبنانية مع تفاقم الأزمات وانقطاع الكهرباء والمياه والأدوية وحليب الأطفال وفقدان البنزين، فنسأل الله اللطف بالمواطن الموجوع وهذا الوطن المفجوع.